هنبدأ الحلقة النهاردة بخبر عن الإعلانات الجديدة الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي. في البداية عايز أقول لكم إنه خلال الأيام القليلة الجاية هيتم طرح 3 إعلانات جديدة خاصة بالإسكان الاجتماعي. الإعلانات دي هيبقى فيها حوالي 250 ألف شقة أو وحدة سكنية بمساحات تتراوح ما بين 75 متر و 90 متر، وطبعا هتكون كاملة التشطيب، والمفروض إنه هيتم تسليمها بعد 3 سنين إن شاء الله، وهتكون موجودة في 15 مدينة جديدة منها أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر و15 مايو والعاشر من رمضان وبدر وحدائق العاصمة والسادات وبرج العرب الجديدة وغرب إينا الجديدة وغرب أسيوط وسوهاج الجديدة وأخميم وأسوان الجديدة. عايز أوضح كمان أنه من المفترض أنه هيتم طرح المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس سكن لكل المصريين خلال الأيام القليلة القادمة، وهيكون فيها وحدات تتراوح مساحتها ما بين 75 متر وحتى 90 متر، وهتكون برضو في أكتر من 15 مدينة جديدة. وكمان هيتم طرح مجموعة جديدة من وحدات الإسكان المتوسط لمشروع سكن مصر بمساحات متوسطها يعني من 115 متر لي يعني 115 متر تقريبا، وفيه هيوصل ل 120 و130 متر، وده بنحو 10 مدن تقريبا، 10 مدن جديدة على الأقل. وهيتم طرح مرحلة جديدة برضو من مشروع جنة بنحو 8 مدن جديدة بمساحات متوسطة تصل ل 130 متر، ومن المقرر أن تدخل تلك الوحدات ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري اللي هي 3%.